لو جرح شفتك سكنتي فيها قبل ما نخمم انا عطيتك قلبي حلفت نبغيك وغيرك في عينيا ونعيش معك وتكوني مكتوبي. السلام عليكم متتبعين، نتمنى من الله كل شيء يكون فرحان ومزيان. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. ان شاء الله غنشارك معكم واحد ديكور او واحد الفاز ديال الورد اللي من حوايج بساط ودائما كيكونوا عندنا في الدار وغير كنرميوهم. اليوم ان شاء الله قلت نستافد منهم ونشاركهم مع الحباب ديالي، علاش لا. نتمنى ما تنسونيش من التشجيع ديالكم ومرحبا وسهلا، ومازال ان شاء الله نقدم لكم بزاف ديال الحوايج من الاعمال اليدويه. ندوزو ان شاء الله نشوفوا الفيديو، نتمنى ما تبخلوش عليا من الدعم ديالكم، جزاكم الله كل خير. نبداو بسم الله على بركه الله. البنات كيف قلت لكم عندنا هنا هاد الحبيبات هادو جمعتهم منين كناكلو هكا البيستاج كيبقاو، ويعني درت بهم بزاف ديال الحاجات. واليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد الفكره هادي، وغادي نشارك معكم ان شاء الله افكار اكثر واكثر من هنا لقدام. عندي هنا الصباغه، اي صباغه نتوما بغيتو، اي لون بغيتو، تقدروا ديروا البياض ولا اي لون. انا عندي هذا الغوز هذا ما كنستعملها ما والو، قلت غير نخدم بها. كنختاروا هكذا الحبات ديال البيستاج نصيصات على هذا الشكل، وغادي ندوز ان شاء الله كاملين نصبغهم على هذا الشكل هذا. نصبغهم على هذه الجهه حتى ينشفوا، ونعاود نصبغهم حتى من الداخل ان شاء الله. ضروري نحطو شي كريطينه ولا شي حاجه باش ما نطبعوش البلاصه فين كنخدمو. ساهله البنات على هذا الشكل هذا، ونديرهم كاملين على هذه الجهه وينشفوا ان شاء الله. نقلب باش نعاود ندير الجهه الاخرى. بعد ما صبغت الحبات اللي غنحتاجها البنات غنخليهم هنا على جنب باش ينشفوا. انا صبغتهم على الجوايه بجوج، وغادي ندوزو ان شاء الله لهاد الفرشي هذا. عندنا هنا الفرشي كيف كتشوفوا، تقدروا ديروا حتى داك اللي حباتو غلط من هادو، لكن انا هذا هو اللي توفر عندي هاد الساعه. غادي نفتحو على هاد الشكل هذا، كل حبيبه تكون بوحدها كيف كتشوفوا هاد الحبيبات هادو. هذا الفرشي اللي كناخذو هكا مع شي بلاطو ولا شي ثلاجه ولا مع الكيسان ولا اي حاجه راكم عارفينه. غادي نحل كامل هاد الفرشي هذا، ما ساليت البنات غادي ان شاء الله ندوزو الخطوه الثانيه اللي هي غنحتاجو مع هاد المكونات هادو المسدس اللاصق او الكولا، اي كولا بغيتو نتوما وتكون غير كتلصق مزيان. انا هنا غنستعمل هاد الشمع هذا، كيطلع يعني كيطيح لك العمل ارخص من الكولا. هنا عندي هاد العويدات هادو كيف كتشوفوا، انا حيدت لهم الوريقات ديالهم، خليت غير العود بوحدو على هذا الشكل هذا. من الاحسن يكونوا هكذا يعني عندهم هاد الرويصات هادو، ويكون اللون ديالهم بهذا البني على هذا الشكل هذا. غادي ان شاء الله نقادهم، غنحيد لهم هاد الزائد هذا، غنخلي غير الاخر ديال كل يعني عود كل يعني كاع هاد الاغصان هادو غادي نخلي لهم غير الاخر ديالهم هكا. من هنا غنقطع على حساب الطول اللي بغيت انا. المهم البنات غادي ندير المسدس ديالي يسخن وغادي نرجع معاكم. مثلا البنات منين كنركب هاد ديال البيستاج كنخليهم كيف قلت لكم هكذا شويه مباعدين، ماشي كنلصقهم يعني نيشان. تقدروا ديروا وحده يعني هكا مسدوده مع اختها، تقدروا ديروا مثلا هنا انا ندير شويه ديال هاد الفرشي هذا، يعني بحال شي وريضه باغا تفتح هكا بيضه كيف كتشوفوا. دائما حضيو معاها سخونه البنات باش ما تحرقش اليديده ديالكم على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. نتمنى يكون واضح.
منين كينشفها تحيدو هادو بسهوله البنات هادو تاع الشمع صافي. وغنستمر على هاد الطريقه هادي كيف كتشوفوا. انا خدمت هنا جا وحدين وغادي ندوزو ان شاء الله باش نشوفو الشكل النهائي ديالنا. لو جري شفتك سكنتي فيها قبل ما نخمم انا عطيتك قلبي حلفت نبغيك وديرك في عينيا ونعيش معاك وتكوني مكتوبي هنا الغزالات كيف كتشوفوا. غادي نكمل على هاد الطريقه هادي وندوز نشارك معكم ان شاء الله الفاز او قرعه اللي غادي نزينها غتكون زوينه ان شاء الله. نتمنى تعجبكم. بقاو معايا تشوفوا الطريقه ديالها. اول حاجه عندنا هاد الحجر هذا البنات او كياس كيف ما كان اللون ديالو المهم يكون صغير. انا هنا عندي شويه كبير هاد الحجر يعني هاد الشيء اللي لقيت فانا خديته غير من الزنقه ما نكذبش عليكم. غسلته من التراب خليته تصفى في واحد الشبيكه ونشف دابا غادي نخدم به. المهم وعندي هنايا الشمع يعني مسدس ديال الشمع السيليكون هذا باش غادي نلصق. هو كيكون احسن البنات احسن لكم غيطلع رخص من الكولا وفي نفس الوقت كيشد مزيان. غير هو خليه يسخن مزيان ما ديروهش بارد. هنا عندي قرعه ديال العصير البنات كلنا كنشربوا العصير مره مره واخا يعني هاد الحوايج هادو ما كننصحش بهم. المهم العصير ديال الزنقه كناخذوه وكيبقى لنا هكا القريعات ديالو. بالنسبه لي انا خليتهم جمعتهم بزاف كان مره اخرى نشاركهم معكم ان شاء الله. نظمت فيهم بزاف الحويجات في الكوزينه وبما انهم مزاج وكيتعقموا نقيين فما كاينلاش نرميهم. بالنسبه لهذه بغيت نشاركها معكم يعني غنزينها باش تكون ان شاء الله واحد الفاز اللي هو رخيص ان شاء الله يكون زوين نزينو به سواء في الحمام ديالنا سواء في الليكوان ديالنا حدا السديدرات او تقدروا تزينوا به اي حاجه واي بلاصه بغيتو في الصالون في اي بلاصه البنات. وانا الاهم ديالي من هذا الشيء كامل وهو عزيز عليا شي حاجه نديرها بيديا ونصايبها وكنحس بواحد الحاجه راها زوينه وعزيزه احسن من انني نشريها. اما راه الحمد لله كلشي متوفر وكلشي اللي بغى يشري شي حاجه واجده راه موجود الخير وكل واحد كيتمشى على القياس ديالو كيف ما كنقولوا. بالنسبه للطريقه البنات ما تكثروش هاد الشمع منين تحطوه هكا ما تكثروش لان انا فاش كندير كميه كثيره ما كيشدوش دوك الحجرات مزيان يعني ديري غير نقيطه قدها قد الحجره اللي غتحطي وتحطي الحجرات على حساب القياس يعني بلاصه كبيره تحطي فيها حجره كبيره والا بقات شي فراغ صغير حطي فيه حجيره صغيره. المهم غنستمر على هذا الشكل هذا وغنزيد نطلع حتى لعند الفم ديال القرعه مزيان ونكمل ان شاء الله على الكامل القرعه. بعد ما كنكملها البنات كندوز باش نصبغها. تقدروا تخليوها في اللون ديالها تقدروا تصبغوها باي لون بغيتو. انا هنا فضلت ندير الذهبي كيف كتشوفوا كنحرك الصباغه مزيان لان الا ما حركناهاش كتعطي واحد اللون يعني مبرقع ما كيجيش اللون زوين. المهم البنات درت هنا واحد الكرتونه كانت عندي ديال السكر خاويه باش يعني ما نطبعش البلاصه فين كنصبغ وندوزو نشوفوا الشكل النهائي. وهذه هي النتيجه الاخيره البنات نتمنى ترضيو عليها وتعجبكم وتكونوا استفدتوا معايا ولو بالقليل. كيف كتشوفوا انا حطيتها فضلت نحطها غير في الدوش اعزكم الله لان عندي ديكورات بزاف في الدار كما كنصايب دائما هكا شي حاجه هكا بعمل يدويه فهذه هي البلاصه اللي بقات لي فارغه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ونتمنى تطبقوا هذا العمل ما غتخسروا عليه والو الحمد لله ونتمنى ان شاء الله تستافدوا كيف قلت لكم ولو بالقليل. ما تديوش على شيت هاد السنان ديال ولدي البنات كنعلقها هنا لانه هو ما عارفش دائما كيبقى يحك سنانو وكيأثر على اللحم ديال سنانو. جيت نشارك معكم هنايا البنات هذا راه زوين بالنسبه اللي عندهم المشاكل ديال الوليدات عندهم السوسه دائما ننظفوا وليداتنا به كيدير 100 درهم او 10 اورو في فرماسيان. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا ولو بالقليل من هذا الفيديو هذا ونتمنى الناس الجداد والقدام كذلك يرضيو عليا وما تنسونيش من واحد اللايك ديالكم جزاكم الله كل خير
وكيف كنقول لكم دائما خصكم ناعمه ديما مع البساطه. وهنا تقدروا تديروا اي رائحه في هذا الفاز كتبقى زوينه والى اللقاء.